ودعا شاعر مقتدر وارتجالي هم يحكي، ولو لا كان أحد يكتب بيوته ولا كان أحد يسجل من عند ذاك من ذاك الذي بغى. أنا أذكر في النوم بيت علي أسأوا منين للبيت يدش على العيال ويحب شاي، ما يشرب شاي فلاكس، شاي غوري تحطه أم جمعة ويقعد يمها. قال وحق الخلق بالشهر شعبان عبد نورك سطع بالسلام، أحبك شينا ديمونس الشعبان وعضيد إخوان نصرف كل غضية. أي وأذكر من عند عن احترام، أن الاحترام الموجود عنده بالفلاحية ملا محمود ملا فاضل قاعدين، وهو وصل سلم على الوالد، طلب من عنده ملا محمود قال له دعا ابو صادق حسين بيت. الملا مدنج يخيط راسه حشا اطحني فوق لبح شاي رحاي ولك مسومر من سنين يكر على الذياب النوب يرحو بترفداد لي تش 900 فالنوب ملا فاضل شال راسه شيلت راس الملا صارت صوب ملا محمود. انا من واحد ظلمه وعلى الثاني قلت الا كفر الشي بالبيت ولا خالي ما يصير. من واحد باوع للثاني قال له ابو صادق انت استاذ واحسن من عندنا، قول طحني فوق لبح شاي رحاي، قول طحني فوق لبح شاي رحاي، هو يقول اطحني فوق لبه، قال له لا كمل هدال، قول دطحني فوق لبه شاية ولك من سومر من السنين. هذا الريال قال له على امرك ونعم الله عليك من قلت لي، لا صار باله ولا زعل ولا مثلا صارت فرد شيء. الاحترام الشاعر فرد شي واجب 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 بالنقابة، نجيب أديب فاهم ذكي كون. إذا يوجد عند الشعر ما اختار من كلامهم القليل هم